السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بتخليك تصمم حاجات تعليمية وحاجات شكلها ظريف، تمام؟ ممكن تعمل حاجات جيمفيكيشن بالشكل دوت. طيب خلينا مثلا نختار، طبعا في تمبليت كتير جدا جدا يعني فوق ما تتصور، حتى لو دوست على اي واحد فيهم هتلاقي حاجات كتير جدا تقدر تختار منها، وهي سهلة جدا. مجرد تختار مثلا حاجة زي كده هيقول لك استخدم تمبليت، وكل اللي عليك ان انت هتعدل الكلام. دي كل الحاجات اللي موجودة. هتقول له مثلا سيلكت اول اد، اهوت كل اللي عليك. مثلا تيجي هنا تقول له مثلا بيم أرابيا، تكتب الموقع، تحط الداتا اللي انت عايزها، وفي الاخر هتقول له فورسيت، فيقول لك انت عايزها بابليك اونلاين ولا عايزها برايفت، وتبدأ تحط المعلومات اللي انت عايزها وتقول له فورسيت. اقول له بريزنت او داونلود لو انت عايز تعملها داونلود. بص مؤثرات جامده ازاي. طبعا دي مش الحاجة الوحيدة اللي موجودة، انت ممكن لو دوست باك ورجعنا الاول خالص هتلاقي ان في حاجات انفوجرافيك جاهزة، في جيمفيكيشن، في جايد، في فيديو برزنتيشن، ان اكتف ايمج. لو قلت له انفوجرافيك، خلينا مثلا نختار حاجة زي ديت مثلا، هتلاقي الداتا مجرد توقف على واحد فيهم وتعدل الكلام اللي انت عايزه، تمام؟ وكل واحدة من دول لو دوست على علامة زائد هتلاقي في داتا كتيرة موجودة. turn on the okay or set. هتلاقي الحاجات بتيجي بشكل حلو، وأول ما تقف على واحدة فيهم بيبدأ يفتح لك صفحة فيها كل البيانات اللي انت عايزها. هنا بيوريك الحاجات الانكتف اللي انت لو دوست عليها هيبقى يطلع لك مؤثرات، كل واحدة من دول هتدخلك على موقع او صفحة معينة. تقدر تعمل لها داونلود او تقدر تعمل لها شير زي ما انت عايز. طبعا هو عاملها لك ببلاش، لكن لو انت عايز امكانيات اكتر هتضطر ان انت تشتري اللي هي النسخة البريميوم. لو كده هتبقى مع الناس كلها، اي حد يعمل سيرش تظهر معاه. هنا هتبقى مخصصة للناس معينة، ممكن تاخدها انسيرت وتحطها في الموقع بتاعك او تبعتها ايميل او سوشيال ميديا، تشيرها على السوشيال ميديا وهكذا. وممكن حتى تستخدمها في جوجل كلاس روم او مايكروسوفت تيم لو انت بتدي كورسات من خلالها. نعمل باك. ممكن تقول له طب انا عايز اصمم جيمفيكيشن لعبه، فتبدا بقى تشوف ايه الحاجه اللي شكلها مناسب ليك، تبقى حاجه بالشكل دوت، يبقى فيها زي سؤال وتبدا انت الناس تجاوب وتحل وهكذا. تمام اهوت. هيبقى عندك رايت ذا كوركت اوبشن، يبقى ده مثلا هنا الرايت وهنا الرونج، وناس تبدأ تجاوب. ولو انت عايز تغير في المؤثرات تقول له انيميشن، هتظهر لك هنا تقول له اتجاه المؤثر هيبقى عامل ازاي والسرعة بتاعته وهكذا. طبعا زي ما انت شايف كلها حاجات شكلها ظريف، يعني حاجات سهلة. دي الإجابة صح، لو وقفت عليها ودوست هيخش لك على النكست بيج. الإجابة الخاطئة هتبقى لاست بيج. طبعا تقدر ان انت تختار هنا وتقول له لا هي دي الإجابة الصح، فانا عايز يروح لأن صفحة فيهم نكست بيج او جو باك او فيرست بيج وهكذا. هتقول له اول سيت اول سيت. ممكن تعمل شير او داونلود او بريزنت، يبدا يعرضها لك بالشكل دوت. هتقول له ستارت. الاسئله هي 10 اسئله، فلو جاوبت صح هيبدا يجيب لك اللي بعديها.
طب لو جاوبت غلط هيقول لك غلط رايق اجيب. فتقدر تعمل فوازير رمضان لو حابب.